منذ دخول تنظيم داعش مناطق الأيزيديين الشمالية العراق ومصير الآلاف منهم من رجال ونساء وأطفال مجهول، حيث عمد تنظيم داعش إلى تجنيد الأطفال وسبي النساء واقتياد الرجال إلى أماكن غير معروفة. فصول تلك المعاناة تنطبق على أهالي قرية شينكال، حيث تسرد نورة الخضر لأخبار الآن تفاصيل اقتحام داعش لمنطقتهم وتكشف عن معاملة التنظيم لهم أثناء الاقتحام وبعد أخذهم إلى سجن الرقة. نتابع. كنا ما جهمو دركة مش مال إخوة، مش مال إخوة دركاتنا مكرنا مدرسة ده، مهما كرنا مدرسة ده. طلب داعش من الجميع الخروج من المنازل، ووضع أهالي شنغال في المدرسة، وقام بإجبارنا على تسليم الهواتف الجوالة، ومن ثم طلب من النساء تسليم الحلي والذهب، وفي اليوم التالي طلب تسليم الأموال لعناصره، فلم نتجرأ على مخالفته. لقد أعطيناهم كل ممتلكاتنا النقدية والذهب، وبعدها اقتادوا الرجال بما فيهم ابن سفيان وعمره 8 سنوات إلى مكان مجهول، وكذلك انتقوا بعض النساء وأخذوهن، ولا نعلم شيئا عن مصير هؤلاء حتى الآن، سواء كانوا أحياء أو قتلوا. ثم أخذونا إلى مدرسة أخرى في سولاغ وضعونا هناك، وفي الساعة 12 ليلا فرز الفتيات التي لم يتجاوزن 20 عاما وأخذوهن إلى سوريا، ومن ثم أخذوا الأطفال في سن 10 سنوات فما دون، وقاموا بزجهم بالمعسكرات، فجاء دورنا ليأخذوننا إلى سوريا، وأمضينا 2 يوم على الطريق حتى وصلنا إلى مدينة الرقة في الساعة 4 صباحا، ولدى وصولنا وضعونا في سجن تحت الأرض وتركونا في ذاك المكان 15 يوما، حيث لا ماء ولا طعام ولا كهرباء، لم يكونوا ليقدموا لنا شيئا على الإطلاق. وفي ذلك السجن أجهضت نساء كثيرات بسبب الوضع المجري، كما مات أطفال أعمارهم من شهر إلى سنة بسبب الروائح الكريهة والهواء الملوث والحرارة المرتفعة. لقد كنت شاهدة على وفاة 5 أطفال وإجهاض 7 نساء بسبب وضع السجن السيء، فلقد كنت أسكب الماء من الصنبور لابنتي، والماء كان ممزوجا بالكاز، كنت أشربها الماء وأبكي، لم يكن ثمة خيار آخر. مغازبو ومن ذاك